السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم معاكم في فقرة المبيدات والمخصبات عن التحجيم الآمن. يعني إيه التحجيم الآمن؟ يعني أكبر حجم الثمار بتاعتي بطريقة آمنة، تمام؟ أكبر حجم الثمار بتاعتي بطريقة آمنة، ما استخدمش بقى لا هرمونات ولا حاجات تضر الصحة العامة وتضر الناس وتضرنا في نفس الوقت، لأن صاحب الزرع تضرنا في نفس الوقت. دي بقى على إيه؟ على الفاكهة الصيفية الموجودة في المندول. زي أول حاجة معانا المانجو، تاني حاجة معانا الخوخ. شايفين دي شجرة خوخ على فكرة بتطرح متأخر، شايفين لسه ثمارها صغيرة قوي، لسه يعني ما فيش الهوا يعني إيه. كمان فين نشوف فرع هنا قريب تاني كده نشوف فيه الثمار أهو. شايفين يا جماعة دي أول سنة بشر على فكرة السنة دي، واللي لسه هي بتطرح، يعني بتطرح متاخرا عن باقي الايه، يعني في شجره خوخ عندنا تانية تطرح في بدايه الموسم على طول بتاع الصيف، تمام؟ دي بتتاخر نوعا ما. نيجي لتالت شجره معانا، شجره الجوافه، برضو دي كانت لسه مظهره، انا كنت موريكم ازهارها على فكره، كنت قايل لكم تعتنوا بالازهار ازاي والكلام ده، هي لسه عقد هيا ولسه العقد بتاعها برضو مازال صغير جدا، تمام؟ اهو نيجي لرابع شجرة معانا الرمان. ادي شجرة الرمان اهي يا جماعة، شايفين الثمار بتاعتها اهي، تمام؟ لسه يعني لسه خضر، لسه هتستوي، تمام؟ عشان برضه نقول على ايه، على التحجيم الامن. دي شجرة المشمش، وفي بعد كده بقى شجر الليمون، وفي شجر طبعا الموالح. طبعا الموالح بتطلع في الشتاء لسه، دي شجر موالح يا جماعة، دي برتقان بصرة، وفي الكمثرى، وفي التفاح، وفي الاشجار كلها عندي، بس في مكان بعيد دلوقتي، يعني عشان نروح بقى الاماكن كلها هناخد وقت طول في الفيديو. فخلينا نشرح على ايه، المانجا قدامنا ايه، والمشمش قدامنا اهو، والرمان الناحيه الثانيه. خلينا نبدا في الاول حاجه، ونبدا يا جماعه المركبات التحجيم الامنه، هي تعتبر مخصبات عاديه خالص، تعتبر مخصبات عاديه جدا جدا جدا، مفيش منها اي ضرر على صحة الانسان، ومفيش منها اي اضرار خالص، تمام يا جماعة؟ تمام. تاني حاجة، هي اصلا انا طبعا طبيعي بستخدمها، طبيعي بستخدمها، بس احنا النهاردة هنقول الطريقة اللي هنستخدمها بيها، بحيث انها وفي انه جو استخدمها، يعني بحيث انها تديني النتيجة المطلوبة، وفي اي مناخ استخدمها عشان تديني النتيجة المرجوة والنتيجة اللي أنا عايزها، بدل ما أستخدم مواد غير شرعية أو مواد يعني فيها خطورة على صحة الإنسان وفيها غلط، يعني بعمل غلط عشان أستخدمها. طيب طبعا الشتاء بيجي متأخر، الشتاء بيجي الفصول أنت عارفين إن هي بقى متقلبة اليومين دول، وبيجي ربيع متذبذب كده، لا هو حر ولا هو صيف ولا هو شتاء ولا ما تعرفش. يعني إحنا المفروض بنبقى في 3 و4 مثلا، شهر 3 دي بيبقى الربيع، ما كانش ربيع كان ولع، تمام؟ وفي بالليل تلاقيه ساعه. التذبذبات الجويه دي بتاثر بسلبا على النبات. انت شوف، انت بتبقى قاعد بره دلوقتي، لو قعدت قعدت في الشمس ما تستحملش، ما بالك النبات لو طول النهار في الشمس، يجي بالليل يلاقي الدنيا سقعت عليه، ده اكبر غلط طبعا، تمام؟ وانت شايفين عند المزرعه اهي، يعني شفت كلها، شفت الرمان وشفت المانجو، يعني المانجو عند الناس كلها واحد، وقعد البرتقال هون، يعني شايفين بسم الله ما شاء الله. المزارع اللي انا بتابعها طبعا اللي بصوركم فيها دايما، الزرع فيها كويس، مش بشكر في نفسي ولا حاجه، يعني بس بشارككم التجربه عشان الكل يستفيد، تمام يا جماعه؟ تمام. نبدا في كلامنا، فاحنا النهارده هنمشي على التحجيم الطبيعي، بحيث هنتبع خطوات بالترتيب اللي انا بتبعها بالامانه، بالامانه بكل امانه معاكم، تمام؟ ونبدأ في أول حاجة، هنزود معدل التسميد لـ10 لتر في الأسبوع للفدان بأربع مركبات. يعني في مركب هنتكلم عليه لوحده اللي هو الفوليك، ده هنخليه حلقة لوحده لبكرة، لأن الفيديو هيطول أوي. فالنهارده عشان نختصر وقت الفيديو، خلينا نتكلم على أول حاجة، هنكثف الرش بالأحماض الأمينية اللي بتحتوي على الفولفيك والأمينو برولين، الفولفيك وامينو وبرولين وهيدروكسي برولين ومغنيسيوم، دي بمعدل 1.5 كيلو جرام
للفدان، والمغنيسيوم 1 كيلو جرام للفدان معاهم. هتضيف المغنيسيوم مع الاحماض الامينيه دي اللي انا قلتها، ومعاهم كيلو جرام مغنيسيوم، يعني 1.5 كيلو جرام احماض امينيه ل 1 كيلو جرام مغنيسيوم. تمام يا جماعه؟ تمام. نيجي لتاني حاجه، هنستخدم سترات البوتاسيوم بمعدل من 10 ل 15 جرام على اللتر ميه رشا على النباتات. تمام. والرشه دي هتتكرر مرتين، ويمكن يعني ويعني يمكنك اضافه معاها السيتوكينين. سيتوكينين تركيز 4%، سيتوكينين تركيز 4%. تمام يا جماعه؟ تمام. ده بمعدل من 35 ل 40 سنتي لكل 600 لتر ميه. انت سمعت سيتوكينين قد ايه؟ بمعدل قد ايه؟ من 30 ل 40 سنتي على 600 لتر ميه، على الموتور الكبير، الموتور اللي هو 600 لتر. تمام. معاهم نستخدم في الرمان الجبريليك اسيد. الجبريليك اسيد، تمام يا جماعه، بمعدل 100 ل 150 ملي على 600 لتر ميه. تمام. ويمكن رش الاشجار بنترات البوتاسيوم تركيز 1%، بيؤدي الى انخفاض تشقق الثمار في الرمان. يعني يمكن نرش الرمان بنترات البوتاسيوم ال KNO3، ال KNO3 ده الرمز بتاعها الانجليزي، عشان بس معايا الناس تبقى مركزه معايا، بيمنع التشققات في ثمار الرمان وبيقلل منها. طيب نيجي ليه تالت حاجه، حقن نترات البوتاسيوم مع سلفات مغنيسيوم بمعدل من 3 ل 4 كيلو جرام. نحقن سلفات بوتاسيوم، نترات بوتاسيوم مع سلفات مغنيسيوم بمعدل من 3 ل 4 كيلو جرام للفدان، ودي مع الري على ريتين، يعني احط 2 كيلو للفدان في اول ريه و2 كيلو للفدان في ريه كمان في ريه ثانيه. يعني الكلام ده هيتقسم على ريتين يا جماعه، اي ريتين يعجبوك. تمام. نيجي لرابع حاجه، وهي الرش بمركبات البورن. ويا جماعه يا ريت البورن اللي يستخدمه بحرص. البورن بيترش بكميات بسيطه جدا جدا، بيترش بمعدل 1.5 سنتي على اللتر ميه. و1.5 سنتي دي كتير، 1.5 سنتي على اللتر دي كتير، كتير جدا كمان، لان البورن زيادته بتعمل تسمم. ما انتوا عارفين ان الشيء لما يتقلب عن لما يزيد عن حده بيتقلب لضده. ودي كانت حلقتنا النهارده في التحكيم الامن، وبكره نتكلم معاكم ونستفيد معاكم في حامض الفولفيك او الفوليك. تمام. نتكلم عن الفوليك والفولفيك. والسلام ختام. واللي ما فهمش اي حاجه في الفيديو يا ريت يسيبها في التعليقات، واللي عنده اي استفسار برضو عن التحجيم يا ريت يسيبه في التعليقات، واللي عايز يسال عن اي منتج من منتجات التحجيم يشوفها هل هي صالحه للاستخدام ولا لا يسيبه برضو في التعليقات. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.